الرحمن الرحيم. كتير بيقابلهم مشكلة إن هم عايزين يبدأوا في القراية ومش عارفين، بيبدأوا بكتب هم ما يعرفوش حجم الكتاب إيه أو موضوع الكتاب إيه، بس بيقراه، بس بيجي في النص بيقع، أو بيجي في النص بيحس بملل فبيمنع إن هو يكمل قراية. وده من أكتر الأسباب اللي بتخلي الناس تقريبا اللي دخلوا في القراية وحاولوا إن هم يبدأوا القراية ويحبوها بدأوا يبعدوا عنها، بسبب ان هما بيخشوا في موضوعات مش بيحبوها، او بسبب ان الموضوع نفسه اللي هو دخل فيه طويل ومش بسهوله ان هو يفهمه. الكتاب اللي هنتكلم عنه النهارده انا حبيت اعرضه لانه ممكن يبقى بدايه حلوه قوي لاي حد حابب ان هو يبدا في القرايه. الكتاب موضوع عن القصص القصيره. بالمناسبه القصص القصيره مش بتتقري لمجرد التسليه او لمجرد تضييع الوقت، بالعكس القصص القصيره عباره عن مشهد واحد فيها شخص واحد هو اللي عليه التركيز. ممكن يبقى فيها كذا شخص بس في الغالب بيبقى فيه شخص واحد هو لا هو اللي عليه التركيز. القصص القصيره زي ما قلنا ان هي بتبقى بس مشهد واحد لان هو بيوصل لك حاجه او احساس الشخص ده حاسه في الموقف ده. لما بيعرض لك القصه القصيره دي بيبقى عايز يوصل لك حاجه او احساس او حاجه خلقيه كده انت ممكن تتعلم منها. وعلشان كده الكتاب اللي ما بين ايدينا ده اسمه ازيك يا دكتور. ازيك يا دكتورة اسم ممكن يكون غريب شوية بس ليه يتسمى كده موجود جوه الكتاب. بداية الكتاب لسلمى عبد الوهاب. سلمى عبد الوهاب من الشخصيات اللي أنا فعلا مبسوط إن أنا أعرفها. الكتاب بغض النظر عن إن هو قصص قصيرة وإن أنا حابب أعرض حاجة زي كده، بس برضو أنا حابب أتكلم عن الشخصية اللي عملت الكتاب، لأن جزء من الكتاب شخصية الكاتب نفسه. سلمى عبد الوهاب هي لسه بتدرس في كلية طب جامعة عين شمس. غريبة شوية إن يكون حد بيدرس طب وبيعمل كتب وبيألف وبيكتب عموما وليه في الأدب، لأن معروف إن طب فيها مجهود جبار وبتحتاج وقت وبتحتاج حاجة تانية غير اللي بيحتاجه الأعمال الأدبية عموما. سلمى بدأت تكتب وتدون من هواية عندها 10 سنين تقريبا. ساعدها في كده باباها ان هو يعرفها اكتر بالنحو ويعرفها اكتر باللغه. بدات كتابه الكتاب من 2010 والكتاب صدر في معرض الكتاب اللي فات سنه 2014، يعني تقريبا اخذ حوالي 4 سنين. هو عباره عن تجميع لقصص قصيره وخواطر سلمى حستها وكتبتها باحساسها. احنا لو بدانا ان احنا نقرا الكتاب او دخلنا شويه جوه الكتاب هنلاقي ان الكتاب ما بين قصه قصيره وما بين خاطره. مش كتير بيحصل فيه الموضوع ده، وكتير أدباء ما بيصنفوش ان الموضوع ده عمل ادبي كامل ان هو يكون شامل على قصص قصيره بس، وممكن بينقضوا حاجه زي كده. بس انا شخصيا من الحاجه اللي انا حبيت من الحاجات اللي شدتني للكتاب وحسيتها ان هي عملت المزيج ده ما بين الخاطره وما بين القصه القصيره. بدايه بس خليني اقول لكم يعني ايه خاطره ويعني ايه قصه قصيره. القصه القصيره زي ما قلناها في البدايه ان هي بتكون عباره عن مشهد واحد وفيها كذا شخصيه بيبقى التركيز فيه على شخصيه واحده. اما الخاطره بتكون حالة هي حساها أو إحساس جالها فبتعبر عنه بالكتابة. بالمناسبة الكتابة مش أي حد بيكتب، كتير بيكتبوا بس مش كتير بيوصل الإحساس بتاعهم. طبعا الفيسبوك مليان ناس كتير بتكتب حاجات بس مش كتير بيعجبنا كلامه. ناس معينة هي اللي بنخش عشان نشوف الكلام بتاعهم ونتابع الكلام بتاعهم بسبب الإحساس اللي بيكون وصل له، وهو ده اللي انا حسيته في الكتاب. الكتاب لو قرأته هتعرف شخصية المؤلف بتاعه، هتعرف قد ايه ان الكتاب ده فيه فعلا تعب، 4 سنين ما جوش من فراغ. حابب اقول لكم ايه اكتر فصول شدتني. هو بداية الكتاب حوالي 28 فصل ما بين قصة قصيرة وما بين خاطرة. من اكتر الحاجات اللي شدتني فعلا هي اول قصة او اول موضوع هي بدأت تتكلم فيه تحت عنوان بالونة. بالونة هي عبارة عن إن هي كانت ماشية في الطريق بتسمع موسيقى فشافت بنت ماسكة بالونة. البنت وهي ماشية عينين سلمى ما سابتهاش لحد ما البالونة بدأت تطير وطارت في السماء. وكل ده البنت اللي كانت ماسكة البالونة عمالة تعيط وإن هي متضايقة جدا إن حاجة زي كده ضاعت منها. التركيز مش بس على القصة اللي هي قالتها، بس اللي ورا القصة وورا الكلام اللي هي عايزة تقوله. عايزة توصل إيه؟ بتقول إن كتير قوي أحلام بنكون متعلقين بيها وبنكون عايزينها وبنزعل قوي لما بتضيع ما بين إيدينا.
ما نعرفش الخير فين وما نعرفش الأحسن فين. شافت البالونة محلقة في السماء، عدت وكملت. البالونة دي كانت نموذج على القصة القصيرة اللي هي كانت موجودة في الكتاب. فصل من ضمن الفصول اسمه مجرد رقم، ده مثال على الخاطرة اللي هي بتفكر إن الرقم 5 عبارة عن رقم، مجرد رقم عامل زي الحلقة المفرغة. بدأت تربطه ما بينها، ما بين الرقم وما بين شخصيتها، إن إزاي هي ممكن تكون شايفة علاقة ما بينها وما بين رقم 5، إن العمر عبارة عن أرقام، كل ما الوقت بيعدي عليك كل ما بتزيد رقم. حتى أنت لما بتكون واقف في طابور أنت ليك رقم، أنت بتفرح برقم، بتزعل برقم، ما بتشغلش نفسها قوي بفكرة علم الأرقام وربط ما بين الأرقام وما بين الحياة، وده علم موجود فعلا. هي مش قصدها كده، حست إن الرقم عبارة عن حاجة متلازمة مع الإنسان. وعشان كده أنا لما قريت فصل زي ده حسيت نوعا ما بسلبية شوية، لأن الفصل عمال يقول إن العمر بيجري وأنت لو بصيت ورا هتحس بإيه، بس في النهاية ختمته بحاجة أنا حسيتها ده إبداع منها، إن هي في النهاية بتوصل لك الإحساس لأ أنت مش مجرد رقم، أنت تقدر تعمل حاجات كتير. قبل ما أختم معاكم أنا عايز أقول لكم بس الكتاب أنا شخصيا استفدت منه إيه، غير ان انا استفدت منه ان انا شفت القصص القصيره، نموذج عن القصص القصيره او نموذج عن الخواطر. بالمناسبه عايز اقول لكم ان هي اصلا بعد ما تخلص الكليه مش حابه تكمل في طب، رغم السنين اللي هي درستها، بس برضه مش حابه تكمل في طب، عايزه تتجه لفكره الكتابه والتدوين. ودي حاجه شخصيا انا حبيتها فيها جدا، الاصرار. الاصرار ده اللي هتحسه في كل صفحه في الكتاب. شكرا لكم وان شاء الله نتقابل في قعده. معلش دكتور محمود، حياته العملية في ايوه صح، احنا